الحياة على الحياة FM. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في سهرة خاصة تحت عنوان الفن والفرح. الفن والفرح لماذا؟ لأن تلاميذنا مقبلون على فرحة كبيرة، هي فرحة الامتحانات الوطنية. سهرة تحفيزية ترفيهية لأبنائنا المقبلين على المناظرات الوطنية، تتزامن مع تظاهرة تحسيسية علمية موجهة إلى تلاميذ البكالوريا والتاسعة والسيزيام. جمعية أحباء الموسيقى والفنون بالقيروان ستنظم بالتعاون مع المندوبي الجهوي للتربية بالقيروان والمندوبي الجهوي للثقافة بالقيروان والمركب الثقافي أسد ابن الفرات، تنظم يوما تحفيزيا تنشيطيا ترفيهيا لتلاميذ المناظرات الوطنية. ثم تنشيط مدربين اللي باش يكونوا معنا بعد حين عبر الهاتف مع رئيس جمعية أحباء الموسيقى والفنون. مستمعينا الكرام، الليلة نسهر مع نغم الفرح، مع نغم الفرح، أغاني إيجابية، أغاني تدعو إلى الحياة، أغاني تدعو إلى النجاح، مع الفاصل الغنائي الأول ثم نعود. والفرح، لأن الفرح هو من النجاح وسيمة من سمات الحياة. الفرحة موصولة بامتحاناتنا الوطنية، بإقبال تلاميذنا على موسم حصاد علمي إن شاء الله بالنسبة إلى المترشحين إلى امتحان البكالوريا ومناظرة السنة التاسعة من التعليم الأساسي ومناظرة السيزيام. حابين نقول للأولياء ونقول للتلامذة، خلونا في فرحة، خلي الامتحان فرحة، خلي الامتحان اقتراب من هدف يحقه التلميذ، خلي الامتحان هو مرحلة تقييم عادية، مرحلة تقييم عادية. تكثر الاضطرابات النفسية أحياناً، مشاعر الخوف، مشاعر الرهبة، ولكن راهي مشاعر تزول حينما تضع ورقة الاختبار أمامك. برشا تلميذات يقول أنا رجعت ما شديت شيء عندي في ذاكرتي. لا، أتأكد أن الأمور ستعيد ترتيب نفسها مع الذاكرة حينما تقبل على إنجاز الاختبار. هذه حقيقة نجم نشبهها مثل الحاسوب يكون في حالة نعاس وأنت توقظه والمعلومة تستيقظ وتجيك وتكون حاضرة. ما نخافوش من هذا، رتب أمورنا، الحضور البدني مطلوب، النوم باكرا، وإن شئت فلتستيقظ باكرا. السهر يأثر برشا، السهر يأثر على الأداء البدني والأداء الذهني. لليوم احنا كملنا العام الدراسي، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. بقيت فترة مراجعة، على شك أنكم رتبتوا أموركم، لا شك أن الأولياء ساعدوا صغيراتهم باش يكونوا في أريحية تامة من غير ضغط نفسي، من غير حديث عن نتائج. المهم الدخول إلى الامتحان في أريحية نفسية وفي راحة بدنية تؤهل لمواجهة الاختبار ومعالجة مشاكل الاختبارات المطروحة بالمهارات المكتسبة خلال العام الدراسي. إذن فلتكن المناسبة مناسبة فرح. هذاك علاش اخترنا لكم الليلة الأغاني، مش تكون كلها أغاني الفرحة، أغاني البهجة، أغاني التفاؤل، أغاني الإيجابية. في انتظار باش نحدثوكم على حدث تظاهرة فنية نفسية إن شاء الله باش تكون في المركب الثقافي كما أعلنت عليها في بداية الحصة، موصولة بالتهيئة النفسية التحفيزية لتلاميذ البكالوريا. بعد حين يكون معنا السيد نصر عبيدي رئيس الجمعية المنظمة لهذه التظاهرة بالشراكة مع المندوبي الجهوي للتربية بالقيروان والمندوبي الجهوي للثقافة بالقيروان والمركب الثقافي أسد ابن الفرات بالقيروان. مع الفرح ثم نعود في موضوع الفن والفرح. علاش الفرح؟ لأننا مقبلون على فرحة كبيرة، هي فرحة الامتحانات الوطنية. ثم تظاهرة كبيرة باش تصير نهار الاثنين في المركب الثقافي أسد ابن الفرات. التظاهرة هذه فيها تهيئة نفسية، فيها تفرهيدة، فيها موجات إيجابية، هي موجهة يعني في المعلقة إلى تلاميذ البكالوريا، ولكن نحن نعتبرها موجهة إلى كل المقبلين على الامتحانات الوطنية. معنا في الأستوديو ضيفنا اليوم باش يحدثنا على التظاهرة هذه، علاش وكيفاش. سي ناصر العبيدي، مرحبا بك سي ناصر. مرحبا بك أخوي عبد المجيد، ومرحبا بكافة السادة مستمعي الحياة اف ام. إما أن أنجح أو أنجح. حلوة مزيانة.
هذا هو عنوان اليوم التحفيزي الترفيهي. معاش جيست حبينا ان جبنا عندنا دو كوتش الجمعيه ساقبل سي ناصر، جمعيه احباء الموسيقى والفنون بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتعليم للتربية بالقيروان، التربية بالقيروان، ومع مندوبية الثقافة والمراكب الثقافي أسد ابن الفرات. أي. اتلمينا ويد الله مع الجماعة إن شاء الله باش نعملوا اليوم هذايا حبا في القيروان وحب في أبنائنا أبناء القيروان. فكرة مزيانة. يعيشك. شنو فيها؟ أعطينا فكرة على الفقرات سي ناصر. والله بالنسبة للفقرات، هو الفقرة الأولى اللي باش تبدأ في البداية هي مع الكوتش سميرة صلوحي جراي. هي مدربة في التنمية البشرية. مدربة التنمية البشرية. أي. هي ومعيرج سلمى معيرج، هم متكونين في الأكاديمية الكندية. أي. للتنمية البشرية. أي نعم. وعندنا بعد برنامج متنوع موسيقي فيه الحزب كما نقولوا نحن في القروان العوامرية، فيه الموسيقى الوترية، فيه الموسيقى، فيه الرقص. عندي فولمون واضح. معناها اذا مش يكونوا بيناتكم ان شاء الله تلامذات ولا طبعا هو شكون هو أو... هو شكون معمول هو معمول لا هو معمول للتلامذة تاع الباك اللي مش يستاهلوا امتحان البكالوريا. حبينا تلامذة التاسعة سيدي وتلامذة السيزيام تو يجي دورهم. اه بون اه وي ما ادري شنو مش نبرمجوا يعني نفهم من كلامك اللي ثم زوج فقرات اخرين ولا والله الحقيقه برمجوا مع البكالوريا صحيت يخلي الدعوه مفتوحه للجميع. نعملوا السابعه والتاسعه الدعوه خليها مفتوحه للجميع. لا مرحبا بهم لا اللي جاي مرحبا نقولوا يعني تظاهره تحفيزيه لتلاميذ المناظرات الوطنيه في هذا العام وكل التلامذات المركب هم كلهم اولادنا في السيف المركب الثقافي ايوه في السيف قاعه العروض الكبرى لا في الهواء الطلق قاعه العروض الكبرى مازال المكيف مش جاهز لا يمشي المكيف ما معناتها مسرح الهواء الطلق مزيان احنا نبدا باش نبداو من 6 نتاع العشيه. ناكد على الحضور نتاع خصوصا التلامذه وديجا عطينا على مواقع التواصل الاجتماعي هبطت على برشا مواقع منهم مشكور معناتها كي تبدا الناس متعاونه كيما نحب نشكر المعهد النموذجي بالقيروان السيد السيد المدير الحقيقه هبط لنا على الباج نتاع الباج اوفيسيال تاع المعهد معناتها شنو المفروض كل المعاهد ما هو احنا جينا في العطله هي يتعاونوا لا لا متعاونين متعاونين معنا ما قلنا شيء خصوصا الاداره بصراحه متعاونه يعني من طبعي راني ما نربيش الورود ما دام انت مع نسقت مع المندوبيه الجهويه للتربيه بالقيروان وكما المكلفه بالاعلام مدام نجيبه مجعي اذا كانت تتصل بها نتصور راهي قدمت اتصالها راهي اتصلت وراهي تم تنزيل الحقيقه معناتها دي البريمير حبوها ناجحه احنا انتم بارك الله بارك الله فيك حمالك عايشك انتم بارك الله فيك مبادره طيبه مبادره انا ناكد على الحضور مبادره فيها تمويل بلي التظاهره هذه فيها تمويل فيها اراده لوجه الخير والله لك حكايه سعد مجيد انا تو برسك داخل في العام الثاني ما تلقيت حتى من اللي معناتها بون تعاون في التعاون الحقيقه وقفوا معايا التعاونين تاع التعليم الحقيقه على سي الوداديه سي حاتم العبيدي اما الحقيقه عايشك نوجه له تحيه بالمناسبه وثم وداديه اخرى فيها سي هيثم عطاي زاد ما ساش توجي دوره اي ما لاش نوع يتجند ما شلون نحبوا يدلهم مع الجماعه طبعا وفي ذلك في تنافس متنافسون اي قول لي ثم حطيتني فكره على الفقرات بالنسبه للنفسيه التهيئه النفسيه التحفيزيه والغناء والتفرهيد اش تم؟ الغناء خير ربي القروان تعجب والله انا مشيت فل. في الجانب الصوفي لا مش هكاك قلت عندي فولمون خلي الناس يشطحوا هما مثلا كما هنا الناس يحبوا برشا الحزب انا حزب صلاح كركوت يعطيه الصحة متعاون ومتفاهم وربي يفضله يعطيهم الصحة وعندنا زاد الوليد محمد المجري وعندنا ما نحرقوش المفاجأة خلي باش ما نحرقوش اخويا يعطيك الصحة برشا مفاجأة برشا مفاجأة تحية لمحمد المجري ولدي محمد المجري جاري نحيوه اخويا يعطيه الصحة بارك الله في كل من تطوع وكل مركز في المركب الثقافي سد الفرات اللي تعاون معاكم وفر لكم الفضاء تحية للشيخ ميسي المسيهلي وتحية للفريق العام الحقيقة الكل الحقيقة معاه المندوبية والمركب الثقافي واجب يا سي ناصر الله إذا قلت وين أنا في شخصي والجمعية جمعية حبال الموسيقى والفن بالقيروان وديما وفين معناتها أين وفي كل ما ترقنا الأبواب نلقى كل الأبواب مفتوحة مش يرفرف الأخضر والأبيض
هي ديما مرفرف الاخضر والابيض ديما يرفرف هيك الاغنيه المزيانه اي مره هيت حاجه على الطايط راه الاخضر والابيض والله هكا سي عبد المجيد هاي تدلل فكره موجوده وفرحه اي طبعا اكيد هذيك جمعيتنا نحبوا نسكم تو شوف لنا اي من بعد حين ما احنا خلينا نسمع بصوتك انت مباشره هنا من الاستوديو ذات حياه فهم رواق الحياه الاخضر والابيض عز الالوان الاخضر والابيض عز الالوان بروحي نفديها شبيبة القروان بروحي نفديها شبيبة القروان يا ربي يا عالي انصر القروي يا رب يا ربي يا عالي نجح القروي امين بلادي نموت عليها شبيبه عمري الله الله بلادي نموت عليها شبيبه عمري الاخضر والابيض عز الالوان الاخضر والابيض عز الالوان بروحي نفديها شبيبه القروان بروحي نفديها شبيبة القروان يعطيك الصحة يا سي ناصر حلوة برشا حلوة برشا بالحق جيسكا العزيزة الغالية علينا وجو الفرحة احنا ديما في سياق الفرحة وعلى فكرة راهو الشبيبة منين المنبت البيبينيرة نتاعها من الليسيات ما تلميذات هذوما اللي نتمنوا لهم كل النجاح والتوفيق والنجاح في الحياة صحيح شرط من شروطه ربما الدراسة ولكن أيضا نحبوا القدرة على التعايش القدرة على كونك تواجه الحياة القدرة على كونك تكون فاعل وتكون متوازن ومسار الدراسي هو مسار من مسارات النجاح لسنا نشك جميعا دائما في جو الفرح مع الفاصل الغنائي المهم والي ثم نعود إلى الأستوديو في رواق الحياة ثقافية نفسية ترفيهية كبيرة بتصير نهار الاثنين هذا في المركبة الثقافي أسد بن فرات معنا سي ناصر العبيدي رئيس الجمعية المنظمة كنا تحدثنا معاه وحدثنا على فقرات وفعاليات هذه التظاهرة ومنها التهيئة النفسية معنا كوتش معنا مدرب في التنمية البشرية هي الأستاذة سميرة صلوحي ألو عسلامة عسلامة مرحبا بك يا أستاذة يعطي الصحة على تطوع في النشاط المزيان هذا النشاط الحلو النشاط التحفون احنا ديما في خدمة الشباب وفي خدمة الطفولة يعطيك الصحة كانت علي صوتك شوية مدام حدثيني ماذا سبق على الحساب بالنسبة إلى أبنائنا وبناتنا ماذا نقول لهم في مثل هذا الظرف السعيد أولا ساعة النجاح ثم النجاح ثم النجاح ما شاء الله إما أن أنجح وإما أن أنجح معناش خيار آخر هذا هي هذا بالنسبة للعزيمة وبالنسبة للنية بالنسبة للإقبال على هذه الامتحانات ولكن النجاح ديما رأوا النجاح مسلكه في مجتمعنا هو المدرسة لا شك والشهادة العلمية لا شك ولكن هناك مسالك عديدة للنجاح حتى نخفف على أبنائنا تفضل هو نجاح في الدراسة هو جسر نعم لا أكثر لا أقل نجاح مسلك من المسالك مسلك من المسالك لكن النجاح كبير وشامل نجاح في نعم. الحياة في الحياة نعم التأقلم النجاح في التأقلم حسن التصرف في الموجود بالنسبة للتلاميذنا في البكالوريا نعم. هما أكيد هما قرأوا وتعبوا وحتى اللي ما قراش البرشة قرأ شوية وأكيد فما برشة صعوبات تتجاوزوها وفما حاجات تحدوها وأكيد هما الكل غايتهم النجاح نعم. لكن بما أنه ما عادش الكثير بما أنه مازال ثلاثة أيام مازال وقت قليل يعني وقت قليل نعم. دونك هما توا في حاجة إلى قليلا من التحفيز نعم. هما تعبوا توا يلزمهم يبدلوا الجو يلزمهم نعم. يخرجوا من الإطار اللي هما معنا سي ناصر يسمع فينا ومواكب معنا نتفاعلوا تفضل ومدام ويلزمهم قليل من التحفيز
اللي هو باش يبث فيهم الرغبة هذيك في الإصرار على النجاح. نعم. بالنسبة للتلامذة اللي هما فما برشا منهم أنهم هما بدأ الخوف يدقك الباب هذاك الخايب، هذاك الخوف هو الخايب، هذاك الخوف هذاك هو. إن شاء الله إن شاء الله نهار الاثنين باش نزرعوا فيهم أمل كبير، ونزرعوا فيهم محبة كبيرة، ونزرعوا فيهم قدرة كبيرة على النجاح. بارك الله وبش فيك. نحفزوهم وإن شاء الله يا ربي باش ربي إن شاء الله باش يوصلوا يحقوا النجاح اللي هما خدموا عليه، ونوصلوا احنا باش نبثوا فيهم أكل حماس هذاك اللي هو ديما باش يكون المحرك اللي شعل القدرات الكامنة عندهم فعلا. وإن شاء الله مقالهم باش يكون النجاح بإذن الله. تقول أنت يا أستاذة سميرة يلزم يؤمنوا بذاتهم، يلزم يثقوا في أرواحهم، يلزم يثقوا في ذاكرتهم، يلزم يثقوا في معارفهم، يثقوا في مكتسباتهم، ويلزم يحسنوا التصرف في الزمن المخصص للاختبار، وحسن التفاعل مع الوضعيات المطروحة في الاختبارات. هما فما برشا نصائح إن شاء الله باش يكتشفوها إن شاء الله يوم الاثنين. إن شاء الله إن شاء الله يوم الاثنين باش نحفزوهم. أيه؟ يوم الاثنين باش نقولوا لهم كيفاش هما يستغلوا الوقت القصير اللي بقى. حتى بالنسبة للتلامذة اللي هما كان عندهم شوية كسل باش ما نقولش حاجة أخرى وما حضروش كما يلزم، مازال الوقت كيفاش نجموا يداركوا، كيفاش التحصيل أكيد. التحصيل القليل نحسن توظيفه أكيد باش يداركوا أكيد، حتى لو بقاو حتى أربع ساعات. أي نعم أربع ساعات قادرين باش يحققوا فيها ويراجعوا فيها. نعم. وقادرين باش يحققوا النجاح. فماش مستحيل، لأنه المستحيل احنا اللي نصنعوه، ما فماش حاجه اسمها مستحيل. فعلا فعلا. اذا يعطيك الصحه بارك الله فيك على التطوع. من خلالكم انتم ساعه يعطيكم الصحه على حق التوجه هذا، يعطيكم الصحه. واني من خلال القناه العزيزه الاذاعه العزيزه والغاليه ربي يفضل اذاعه الحياه ان شاء الله باش ندعو كل تلامذه البكالوريا باش يكونوا موجودين معنا نهار الاثنين، ونأكد لهم أنهم باش يخرجوا بنفسية جديدة فريدة على الأقل في حماس كبير، وباش يتفرهدوا باش يلقاو الموسيقى ويلقاو الغناء ويلقاو الرقص ويلقاو التحفيز ويلقاو الحاجات اللي هي باش تغذي فيهم أكل القدرة كبيرة هذيك على النجاح. إن شاء الله بالتوفيق يا مدام أستاذة سميرة صلوحي. بارك الله فيك. بارك الله فيك على التطوع. أنا يعجبني جانب التطوع في التظاهرة. كنت نحكي مع سي ناصر قلت له ثماش موارد لتأثيث هذه السارة، قال لي تبارك الله كان ونعم بالله ونعم بالله. قال لي ثم الناس الأفاضل الناس الكرام مؤسسات رسمية ومجتمع مدني كي نعملوا حاجة إضافية حاجة مزيانة كما هكا حاجة حلوة برشا برشا. يعطيك الصحة أستاذة. مش نخرجوا فاصل غنائي ثم نعود مع ضيف آخر سنتصل به عبر الهاتف. إذاعة حياة فم من القيروان في سهرة مخصوصة للفرح بعنوان الفن والفرح. هذه السهرة موجهة إلى تلاميذنا الذين سيجتازون الامتحانات الوطنية موصولة بتظاهرة نفسية فنية ستنجز في المركب الثقافي سد بن الفرات بعد غد الاثنين. توصيات نفسية وجو من المرحة والفرحة. في هذا الإطار معنا الأستاذ مصطفى ضيا، الأستاذ الشاعر الذي كان معنا الأسبوع الفارط من هنا من إذاعة حياة فام. نتواصل معه بالهاتف. مساء الخير أستاذنا شاعرنا. أهلا وسهلا سعد مجيد. مرحبا. أهلا وسهلا مرحبا بمستمعي إذاعة الحياة فام وبكل العاملين فيها. نورنا سي مصطفى ديما. يعيشك ربي فضلك بمداخلاتك الرشيقة الشيقة. يعيش سي مصطفى. ماذا يقول شاعرنا أستاذنا في مثل هذا المقام الموصول بموسم الحصاد، حصاد المعرفة في منتهى هذا العام الدراسي؟ والله أنا أتوجه بين ظفرين هذه النصائح التي كنت دائما لا أبخل بها على كل التلاميذ سواء الذين أدرسهم أو لا أدرسهم. أولا الامتحان ليس غولا. نعم. الامتحان امتحان كبقية الامتحانات، وأنا أعتقد جازما
أن المترشح كإنسان هو أكبر من الامتحان، يجب أن يدخل إلى الامتحان بهذه القناعة. جميل. يقول أنا أكبر من الامتحان. فعلا. الامتحان وسيلة والمترشح غاية، إذن لاكتمال هذه الغاية عليه أن يستوفي الشروط التالية: عليه ألا يرهق نفسه، واضح. عليه أن يتغذى تغذية متوازنة، وأن ينام نوما متوازنا وعميقا، وخاصة السي عبد المجيد عليه أن يتناول فطور الصباح الذي يوصي به الأطباء وعلماء التغذية. فطور الصباح يوفر توازنا جسديا وذهنيا لا مثيل له. واضح سي مسعود. وتلامذتنا دائما لا يعيرون اهتمام لهذا الغذاء، لكن الإنسان طاقة، بقدر ما تكون لديك مزيد من الطاقة بقدر ما تجيب على الأسئلة مهما كان مستواها ومهما كان تعقيدها. هو الجميل سي مصفى ما لاحظنا في هذه السنوات الأخيرة إقبال التلاميذ على الاختبارات، خاصة التربية البدنية، بجو من الفرحة، وحتى أن هذا الامتحان صار بمثابة العرس، بمثابة العرس الذي يحتفي فيه التلاميذ، خير احتفاء بهذه المناسبة. نريد لهم كذلك بالنسبة إلى الاختبارات الكتابية في منتهى العام الدراسي أن يلجوا طريق المعهد أو طريق المدرسة في حلة محلاة بالابتسامة، بالفرح، بالطاقة الإيجابية، أن يواجهوا هذه الوضعية كما أشرت سي مصطفى، بثقة بالنفس، بإيمان بحسن التصرف فيما اكتسبوا، في حسن التصرف في الموجود، من أجل مواجهة هذه المناسبة التي كما وصفتها ليست بالغول، إنما هي مناسبة فرحة ومناسبة اختبار هم أهل لها. نعم سي عبد المجيد، كما قلت الامتحان وسيلة. نعم. والإنسان غاية. فعلا. أنا ما لا يعجبني في النظام التربوي التونسي، نعم، وقد أضفيت عليه اسما ربما يكون مدعاة للضحك سي عبد المجيد، سي عبد المجيد أو للابتسامة، سي عبد المجيد، نحن ندرس علم النكد. للأسف الشديد. للأسف الشديد. للأسف الشديد. ما الذي يفسر عدول، خاصة لا أتحدث عن تلاميذ البكالوريا وإن كان فيهما. أي. ماذا يفسر، كيف نفسر عدول التلاميذ عن التعلم؟ إذن هناك مشكلة. فعلا. هناك مشكلة. المشكلة الأول هو أنه أرهقناهم. أرهقناهم إرهاقا كبيرا. التعلم هو يقوم في الأساس على تنمية الملكات الذهنية. نعم. ملكة العقل. فعلا. ملكة الوجدان، ملكة المخيال، ملكة الذكاء. هل ما نقدمه لتلامذتنا في نظامنا التعليمي يبشر بهذا التطوير لهذه الملكات؟ مع الأسف لا، نحن نعير اهتماما كبيرا للكم ولا نعير اهتماما للكيف، في حين أن العلم هو كيف. الكم ينتمي إلى ضفدر اقتصادي تجاري سعد مجيد. نعم. الكم ينتمي إلى ضفدر علميا، وكل التونسيين يرددون المثل الصيني: لا تعطني سمكا بل علمني كيف أصطاد. نعم. إذن العلم أدوات، متى تسلحت بتلك الأدوات العلمية تستطيع أن تجابها أي امتحان وما يعترض سبيلك كذلك في الحياة، لأن العلم في القسم ولا القسم لا معنى له، يجب أن نجدل بين ما نتعلمه في القسم وبين ما يعترضنا في الحياة. هو ذاك، هو ذاك سي مصفى. إذن مستمعينا الكرام، مع أذان العشاء ثم نعود للحوار مع أستاذنا مصطفى ضيا بعد أذان العشاء، فابقوا في الاستماع. أنا بروحي نفدي ها شبيبة القروان، أحلو برشا، أولادنا زادة فخرة بلادنا. طبعا فخرة بلادنا،
واليوم مطلوب من الأسرة التونسية معاضدة نفسية لأبنائنا المقبلين على الامتحانات الوطنية، الثقة في النفس، ما نكبرش الحكاية. أكيد جدا أن الناس كل بذلوا جهد، أعطوا ما عندهم بدرجات متفاوتة، ربما تختلف الظروف من هذا لذاك، ولكن في نهاية الأمر تثق بنفسك وتمضي قدما نحو الغاية النبيلة، الغاية الرائعة، مرحلة تقييمية عادية جدا. صحيح اسمها امتحانات وطنية، صحيح امتحانات موحدة في كامل تراب الجمهورية، ولكن ما هيش مش تكون أصعب من الامتحانات اللي اجتزتوها ومن الاختبارات اللي أنجزتوها خلال العام الدراسي، بل عديد المترشحين يقولوا لي الامتحان البكالوريا كان أسهل من الامتحان اللي عديته في الاختبار المراقب ولا الاختبار التأليفي الثاني أو الثالث ولا في الباك بلان. ثم حاجة نحب نأكد عليها هي الثقة بالنفس وحسن التصرف في الموجود. حسن التصرف في الموجود من هذا الموجود الزمن. الزمن يجب تعرف اللي عندك ساعتين ولا ثلاثة سوية ولا أربعة سوية ولا ساعة، تشوف العدد من الأسئلة متاعك، تعطي لكل نقطة من نقاط الاختبار ما تستحق من تزمين. على سبيل الذكر ونعطي المثال هذا ونجح برشا، نقوله على سبيل الذكر أنت مادة تعديها على 20 نقطة وتنجزها في ساعتين، إذن كل نقطة عندها من الزمن وهي مسألة تقريبية عندها 6 دقائق، تحط على السؤال الأول 6 دقائق تنجز السؤال الأول، إذا كان بقالك دقيقة تحط معه واحد فضل لك دقيقة، إذا كان تجوزت تحط إلا واحد، وتتدرج هكذا وتلقى روحك في نهاية الساعتين بالضبط أنت عالجت النقاط 20. تبدأ منظم، ميسيرش تنظر في الساعة متاعك، وهذا مطلوب. النقاط الأستاذ اللي باش يراقب الاختبارات أكيد باش يذكر بالوقت من حين إلى آخر ويجاوب كل من يسألوا على الوقت. حسن الكتابة ووضوح الخط أيضا، هذه حاجة مهمة جدا، برشا تلمذات ماذا بهن يكتبوا كتيبة قابلة للقراءة، كتيبة مقروءة، لأن المصحح مرات الفكرة المزيانة تضيع في خط غير مقروء، وهذاك للأسف شديد أحيانا يأثر تأثير بسيط لا محالة على العدد المسند في ذاك السؤال. إذن حسن الخط، الثبات، حسن التصرف في الزمن، ما تخافوش المعلومات اللي حصلتوها في الذاكرة متاعكم ستعود حينما تمسكوا بورقة الامتحان. برشا قبل ما يدخل الاختبار يقول اي ما في ذهني حد شيء، ما في ذاكرتي حد شيء، مش صحيح. الذاكرة متاعك في حالة نعاس، كما الحاسوب اللي يكون في حالة نعاس اون في تمسه ترجع المعلومات وتبدأ تظهر شيئا فشيئا. إذن ثقوا بأنفسكم، ثقوا بمستقبلكم. الصحة الجسدية هي أساس الرفاه العقلي والحضور العقلي والحضور الذهني. نرقد بكري ما نسهرش برشا، مازالوا 3 أيام وينطلق هذا العرس، ماذا بينا نكونوا محتفلين أحسن احتفال، واثقين بأنفسنا، مقبلين على الاختبار بعزيمة راسخة. إن شاء الله ربي يوفق أولادنا، إن شاء الله تكون الظروف طيبة في مختلف المؤسسات التربوية، إن شاء الله ما نوصلوش متأخرين، برشا صغيرات يوصلوا متأخرين، برشا صغيرات أحيانا وحدث هذا سابقا ينسى موعد اختبار المادة الثانية، خاصة كي نعدوا زوز مواد فرد نهار ما تنساش اللي وصار لنا هذا صار في القيروان للأسف الشديد، وثم من تلامذتنا المتميزين ضاعت عليهم لأنه خلطت بعد الوقت القانوني، تحاول توصل في الوقت القانوني، كي نقولوا توصل قبل نص ساعة معناها قبل نص ساعة، ثبت روحك، تسجل البيانات متاعك على في رأس الورقة، ما تنساش بالله في القفاء تلقى لا يكتب شيء هنا، نغيا إكغير إيسي، ما تلصقش للخانة هذيك، على خاطر كي تم القطع فيما بعد راه مرات بعض الكتابة تمشي مع رأس الصفحة المقطوع، أبعد، خلي سنتيمتر كامل على كل خانة المعتمة المكتوب عليها لا يكتب شيء هنا، أبعد عليها يا سيدي اللوتة. حسن الخط والثبات والعزيمة والفرحة، وربي يوفق أولادنا إن شاء الله بالتوفيق. بارك الله فيك سي ناصر العبيدي، كنت ضيفنا الليلة
استضفناك بوصفك مطرب بوصفك فنان واحنا موضوعنا هو الفن والفرح وانت ديما تغني على الفرحه تبركل على اخويا واستضفناك على خاطر انت رئيس جمعيه منظمه تظاهر مزيانه برشا نهار الاثنين في المركب الثقافي اسد ابن الفرات. وصلتنا رسائل من اخواتنا لتاكسيست تبركل التاكسيسي ولا من جمهور الحياه فام يعني في تفاعل كبير يتبعوا في برامجنا متفاعلين معانا نقول لهم يعطيكم الصحه ربي يوفقكم كذلك سواق سيارات الاجره وكل سواق السيارات جمهور العزيز الغالي في في القيروان أوليائنا الكرام شدوا أزر أبنائكم عاونوهم من غير ما نضغطوا من غير ما نتحدثوا على نتائج برشا نتحدثوا على طريقة مثلى في التهيئة من أجل إنجاز الاختبار اللي هو مش غاية في حد ذاته إنما هو كما قال سيدنا مصفضية منذ حين قال هو سبيل إلى الإنسان. سيد ناصر عندك ما تقول؟ بربي سعد مجيد إما أنجح وإما أن أنجح هذا شعارنا في لما حبينا سي ناصر يفهموه الفهم الإيجابي مش معناها راهو الفشل في الامتحان وفشل في الحياة إما أنجح ولا أنجح معناها أنك تكون متمسك بالنجاح وتبذل قصارى الجهد تعمل عليك والباقي على الله يعني هذا أكيد أظل لي في الدنيا ذي نحن بحكم عمارنا توا الشهادة العلمية ممتازة والقراية باهية والعلم باهي هذا يقول ما اختلفوش ما هو سبيل من سبل النجاح يعني عليك لبس. دونك نحب ان نتوجه بنداء لبنائنا المشيشتاز بتاع البكالوريا بربي احنا نحبوها عملنا مجهود تبارك الله لذاعات كل لقينا باب مفتوح لقينا على منصات التواصل الاجتماعي الدنيا الكل بربي اللي معناتها كما نقولوا نحن بمثلنا الدرس الحاضر يقول الغايب يقول الغايب راه عندنا سهريه مزيانه يعطيك الصحه المركب الثقافي سيد بن فرات نهار الاثنين حاجة بعد غدو وقتاش معنا وقت ستة نتاع العشية قايت مناسبة فريدة الدنيا برود قداش نجوم السارة ساعتين ونص ساعتين اخويا نبدلوا الجو ونمشي نشوفوا بعضنا عندي فولمون ونسمع خوا في المركب الثقافي سد بن الفرات شيخ زحكة تحية للمركب الثقافي سد بن الفرات تحية لمندوبية الثقافة ومندوبية التربية الأطراف المساهمة معاكم تحية لكم أنتم جمعية بركلة ناشطة وقلتوا لي رأي كلها بفضل يعني تطوع عمل تطوع محلاه التطوع إن شاء الله عندنا برامج عندنا برشا حكايات ربي يوفقكم يعيشك إن شاء الله بلغنا بارك الله فيك سي ناصر المستمعين الكرام بلغنا مشارف سهرة الليلة من رواق الحياة على أمواج إذاعة الحياة تواصلوا تسمعوا برامجنا على 90.3 وعلى اللايف ستريمينج الحياة فام بوانات شكر جزيل للفريق التقني الذي أمن لكم هذه السهرة أيمن ليجا يخدم على الديجيتال ويخدم على الصون يعطي الصحة وسيف الدين بولعراس مخاطبكم عبد المجيد فرحات من إذاعة الحياة إلى اللقاء الحياة على الحياة تتر